الآن معي عبر الهاتف الأستاذ محمد علي الزعابي، مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة. أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي أبو خالد، جزاك كيف الله حالك؟ بالخير يا الزعابي. جزاكم الله خير على تواصلكم الدائم والفعال لخدمة بلادنا، بارك وأنا الله أتقدم فيك. دائما بالشكر الجزيل لبرنامجكم والقائمين عليه على ما تبذلون من جهود لخدمة إماراتنا الباسمة ومواطنيها والمقيمين عليها. بارك الله فيك يا جزاكم الزعابي، الله خير. مشكور مشكور على مقدمتك ونحن اليوم ما شاء الجميلة. الله من الصبح الاستفسارات عن الموضوع اللي تفضلت فيه أبو خالد، الناس من الصبح يعني مثل ما تفضلت تم تداول الخبر أو القرار بشكل غير صحيح. اليوم نحن مثل ما تعرف أبو خالد، صدر قرار المجلس التنفيذي الموقر رقم 10 لسنة 2022 بشأن التعرفة المرورية في إمارة الشارجة. طبعا هيئة الطرق والمواصلات قامت بإدخال بعض التعديلات على القرار السابق، يعني نحن هذا القرار سابقا كان موجود عندنا، يعني والأشياء اللي صارت كلها يعني أشياء جيدة إن شاء الله. قامت الهيئة يعني بتعديل قيمة المخالفات وخفضناها بنسبة 50%، يعني المخالفات السابقة تم تخفيضها بشكل كامل بنسبة 50% بشكل دائم. ما شاء الله، يعني مش تخفيض مؤقت بسبب الجائحة وغيرها، تخفيض دائم للمخالفة. تخفيض دائم أبو خالد، نعم، جميل. بعد دراسة مستفيضة للموضوع ومتابعة الوضع، يعني ارتأى المسؤولين عندنا جزاهم الله خير على أن نحن لابد يكون لنا يد في دعم الاستثمار، ولازم نكون متكاملين مع الدوائر المعنية بشؤون الاقتصاد في الإمارة بشكل خاص وكذلك حتى داخل الدولة بشكل عام. فكانت التوصيات أن نحن نخفض المخالفات كلها بنسبة 50%، والحمد لله المجلس التنفيذي الموقر جزاهم الله خير وافقوا على هذا الأمر. الحمد لله. هذا إذن هذا جزء مهم في الخبر. نعم، هو بشارة طيبة يعني الأخوة، طيب يعني إن شاء الله، وبشارة طيبة يعني. الحمد لله. إذن الأخوة في هيئة الطرق والمواصلات، تعليقا على الجزء الأول من الخبر، أن القرار نفسه اللي نتحدث عنه الآن كان فيه تخفيض لكل المخالفات الموجودة في الهيئة للنص. نعم. تخفيض مش مخالفات الهيئة، اللي هي أبو خالد، اللي هي المخالفات المتعلقة بالتعرفة المرورية. بالتعرفة المرورية، أعتذر. نعم. المخالفات نعم. المتعلقة بالتعرفة المرورية تم تخفيضها. نعم. إلى النصف، تخفيض دائم، صحيح محمد؟ نعم صحيح صحيح. واضح صحيح. جدا. هاي الجزئية. الجزئية الثانية، الناس تقول البوابات وبوابات التعرفة، وهل بيكون في بوابات جديدة، وشو موضوع الرسوم، وين هاي البوابات؟ أبغيك ترد وتوضح هاي المسألة. حاضر حاضر. بما يخص موضوع رسم التعرفة المرورية المفروض على البوابات، طبعا هي الرسوم مثل ما هي ما طرأ عليها أي تعديل، ولكن للتوضيح نحن المقصود بهذه البوابات والقرار واضح. نعم. هي بشأن رسوم بوابات التعرفة المرورية الخاصة بالاستراحات، عندك على سبيل المثال استراحة السحب حاليا، والرسوم مثل ما هي يعني. نعم. ما فيها أي تعديل ولا فيها أي تغيير، وما أبدا يعني ما لها دخل مثل ما داولوا الناس سالك وبوابات في الطرق، لا لا لا، هذا الموضوع أبدا مش موجود عندنا ولا طرح. هذا يعني الموضوع كله يتعلق في بوابات الموجوده بالاستراحات، وانا كان لي الاسبوع الماضي اعتقد مداخله مع نعم. الاخ براشد صحيح في نفس الموضوع، ووضحنا ان الرسوم مثل ما هي. صحيح صحيح. الان نعم. البوابات اللي عندنا الان في الشارقه، سواء اللي على مداخل الاستراحات، اللي على مداخل نعم. بعض بوابات التعرفه المروريه الخاصه بالشاحنات. نعم. اذا نعم. عندنا جزئيتين، بوابات التعرفه المروريه الخاصه بالشاحنات، طريق الشاحنات. نعم. وبوابات التعرفة المرورية الخاصة بدخول بعض المرافق والمنشآت السياحية في الإمارة، صحيح؟ بارك الله فيك. على سبيل صحيح. المثال على سبيل المثال كان عندنا استراحة السحب في خرفكان. نعم صحيح. إذن فقط هذا هو الخبر ولا شيء غير هذا. نعم ما في شيء غير هذا، بالعكس الأشياء الإيجابية كذلك عندنا. نعم. في شيء ثاني، نحن كان عندنا في القرار السابق كان في 9 فئات معفية من الرسوم، إذا هم الله خير المسؤولين و يعني الحكومة ارتأت أن نرفع العدد إلى 12 فئة معفاة من الرسوم. يعني صار يعني في كانت 9 فئات معفيه من الرسوم، الحين صارت 12 فئه معفيه من الرسوم دفع بوابات التعرفه المروريه. مثل شو الفئات هذه اخ محمد؟ يعني اذا تذكر على سبيل المثال على سبيل المثال يا طويل العمر عندك، بس اذا تسمح لي خذ راحتك تماما، خذ راحتك تماما.
فئات معفايه تقصد من الرسوم. نعم. صحيح. ما راح يعني ندفع يعني نحن ضفنا مثل عندك اليوم مثل ما تعرف استراحه السحب. نعم. فيها قاعه هناك للمؤتمرات. صحيح. موجوده داخل الاستراحه. صحيح. طبعا اللي بيكون عندهم حجز مسبق او بيكون حاجزين هذه القاعه فمن الطبيعي ان نحن نعفيهم من رسوم الدخول. جميل. الى البوابات. جميل. وكذلك المركبات اللي تعود ملكيه الوفود رسميه لزياره الدوله وبعض الفئات الثانيه. جميل. أنا أذكر حجزنا مرة المرات القاعة هناك عملنا اجتماع مجلس إدارة ومشكورين عفيتونا من الرسوم يعني. هذا واجبنا. هذه توجيهات دائما توجيهات بهذه الطريقة من الجهات الرسمية والجهات الحكومية تعامل بمثل هذا الأمر. مع أن احنا كنا بندفع يعني فلوس حاضرة لكن جزاكم الله خير ما قصر. شكرا لك يا استاذ محمد. في نقطه اخيره تفضل خضره ابو خالد. انا دائما احب اذكر فيها الاخوه المستمعين برقم الخط الساخن الموجود للهيئه اللي هو 600 52 52 52. طبعا عندنا الاخوه في اداره خدمه المتعاملين يتلقون الملاحظات والاقتراحات ويردون على الاستفسارات على مدار ايام الاسبوع طوال 24 ساعه. فادعو دائما الاخوه الجمهور جمهوركم الكريم مستمعينكم الكرام ان يكونون على تواصل دائم معنا في اي وقت حبه وعنده ملاحظه او عنده شكوى او حتى عنده اقتراح يقدمها لنا بشكل مباشر. جزاكم الله خير. وهذا من الارقام اللي احنا نكررها دائما في البرنامج. اللي عنده شيء عنده ملاحظه اقتراح شكوى الاخوه في هيئه الطرق والمواصلات يعني يفتحون ابوابهم لاستقبال مكالماتكم من خلال هذا الرقم بشكل دائم يعني ويثقون تماما ان كل ملاحظه او كل شكوى يرد عليها باقصى وقت ممكن وتلاقي الاهتمام من سعاده الرئيس بشكل مباشر والى الاخوه المعنيين في الادارات الثانيه. بارك الله فيكم. مشكورين يا محمد. وفيك بارك. جزاكم الله خير. بارك. يا هلا وسهلا. واجبنا يا طويل العمر وموفقين خير. يا هلا وسهلا. في امان الله. الاستاذ محمد علي زعابي مدير اداره الشؤون القانونيه بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة جزاه الله خير. وضح إذن المسألة أخواني وأخواتي اللي عندهم لبس فيما يخص الخبر السابق خبر القديم ليس بالجديد. أعتقد أن الأمر واضح الآن. الموضوع يخص تنظيم البوابات المرورية أو بوابات تعرف المرورية القائمة جزئيتين مرة أخرى. الشاحنات مرور الشاحنات عندنا اللي هو طريق الشاحنات هذا واحد. اثنين البوابات الموجودة على مداخل بعض المنشآت السياحية والعامة في الشارقة على سبيل المثال استراحة السحب. وهذا القرار أخواني ليش تأتي القرارات؟ أنا خلوني أشرح لكم جزئية كذلك للعلم. بعض أنواع الرسوم تفرض هنا وهناك. البعض يعتقد بأن والله كل رئيس دائرة أو مدير دائرة خلاص كذا بشكل يعني تلقائي رأى بأني إحنا لازم أفرض رسم معين فيقول خلاص هنا اللي يبغى يدخل يدفع 100 درهم. لا، هذا الكلام غير مقبول وليس بهذه الطريقة. أي رسم يفرض في إمارة الشارقة يجب أن يكون من خلال قرار صادر من المجلس التنفيذي للحكومة. ما في أي رسم يحصل في أي جهة إلا بعد اعتماده من خلال قرار يصدر من المجلس التنفيذي. فلو فرضنا بأن والله في رسم في الجهة الفلانية وفجأة رفعوا الرسوم أو فجأة لغوا رسم أو أضافوا رسم لا يسمح لأي جهة بأن تفرض هذا إلا بعد قرار مجلس تنفيذي. للتوضيح هذا فقط. فشكرا الزعابي مرة أخرى.